استاذ احمد شفناك، ارجع ارجع. اهلا استاذ عبد العظيم ومدام اعتماد، عندنا ايه النور ده وليه الزياره المفاجاه دي؟ عشان بنخبط على باب شقتك وحضرتك بتتسحب وتبص من العين السحريه فتشوفنا فتعمل نفسك مش موجود. قلنا ناخد بعضنا ونجيلك مكان شغلك بقى. ايه ده وانتوا اللي بتخبطوا؟ شكلكم في العين السحريه مختلف خالص، عاملين كده بس سحريه بقى. يا مسيو احمد للمره المليون، سقف حمامنا باش وباظ وبينشع. لا لا يا فندم، حضرتك فهمتي غلط، انا مش سباك، انا عامل دور سوبر ماريو. استاذ احمد لو سمحت تعمل سوبر ماريو سوبر ماركت. عجبك؟ فظيعه. دي مش مشكلتنا خالص، حضرتك لازم تصلح ارضيه حمامك. سوبر ماريو سوبر ماريو. ايه ظريف تعمل كوميديا جاي تهزر هنا يا اخي؟ عيب على سقف حمامك اللي اوعى تقول افيهات، اوعى، عيب. بص يا بيه، انا ارضيتي سليمه، اصلح ارضيتي ليه؟ عشان حضرتك بتنقط وبتنشا. انا بنق فين اللي بيه؟ ارضيتك ارضيتك. بص يا استاذ، حضرتك عايز تصلح صلح سقفك. ما هو عشان نصلح سقفنا لازم تصلح ارضيتك. طب انا اصلح ارضيتي ليه؟ اشمعنى انا؟ ما العماره مليانه سكان، ما يمكن استاذ عاطف اللي في السابع مثلا يحب يصلح ارضيته، روحوا له. يا استاذ احمد ركز معانا، حضرتك ساكن في الدور اللي فوقنا على طول. يعني يا فندم معلش، يعني ينفع انا اخبط على باب بيتك اقول لك اصلح الفيديو بتاعك؟ ليه انا مالي؟ انت بقى عاوز تصلح لي ارضيتي، ده موضوع تاني. عاوز تدهن لي الطرقه، اهلا وسهلا. عايز تركب لي لمط في الصاله، يا سيدي تنورنا. يا مسيو احمد، احنا لحد دلوقتي بنتعامل بهدوء، المثل بيقول الجيران لبعضها. والنبي وصى على سبع جار، وانا مش عايز المواضيع تكبر وتوصل لحماده. حماده؟ اه. يا ده تهديد ده، يعني المفروض اخاف انا كده توصل لحماد؟ لا يا اخويا، لا والنبي وصلها لحماد. اه وصل، ولا اقول لك بلاش؟ لا ما تزعجهوش، خلي حماده يلعب. ما جبتوش معاك ليه؟ طب ما تزعلش من اللي هيحصل بقى. لا يا بيه انا ما بزعلش، انا ما بزعلش. اعملوا اللي انتوا عايزينه، تعملوا محضر، ترفعوا قضيه، انا عايزكم تجيبوا سقفكم. لا وبالمناسبه لما تجيبوا سقفكم ابقوا صلحوه، ماشي؟ لا، احنا عندنا الاسهل من ده كله. تمام، انت كده اشتغلت معانا 26 حلقة غير مشهد ماريو بتاع النهاردة، تمام كده؟ تمام والله العظيم. يا استاذ محمد انا بشوفك بفرح، اكتر واحد بحبه في البلاتو كله، القبض والدلع والمنجهة. حبيبي استاذ طهيمة. وماله استاذ خالد؟ ربنا يوسع عليه. استاذة هالة. ربنا يغني الكل. الظرف بتاعنا. دلع نفسك. امين. قد معايا كده. أيوة. واحد، اثنين، ثلاثة، ستة جنيه بحالهم اهو. تروح بقى تسافر دهب تقعد اسبوع تراكلس وترجع بقى نستعد للموسم الجديد. ايه 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 يا باشمهندس؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ اجري ستة جنيه؟ ليه انا اشتغلت في مسرحية في الثلاثينات؟ لا انا ما قلتلكش، مش بقيت اجرك راح لمدام اعتماد والاستاذ عبد العظيم، تكاليف تصليح الشقة والأرضية. تمام قوي يا حمادة، متشكرين قوي. مستنياك انت وماما عند طنط احلام، ما تتاخروش، عامله لك الكريم كراميل اللي انت بتحبه. ماشي يا حمادة. تسلم ايدك يا بنت خالتي يا غالية. يلا بقى اشوفك بالليل. سلام يا حمادة، بالتوفيق. سلام. استاذ عبد العظيم حبيب قلبي، انت عارف احنا جيران من زمان والجيران لبعضيها والنبي وصى على سبع جار. بص اقول لك على حاجه، ما تيجي نقسم البلد بالنص، انا حته من الارض انت حته من السقف، نعملها كده سوا. انا مش قادر اتقبل، مش قادر بجد. طب اقول لحضرتك على حاجه، انا هنزل لك الزباله كل يوم. طب بص هلمع لك البريبريز. طب اقول لك على حاجه، الافيه بتاع سوبر ماريو سوبر ماركت كان جاحد، قولوا كده. لا انا دمي واقف. والله هتقولوا ده عسل، ده انا هموت من الضحك. قولوا بجد؟ هقع من طولي. قول. سوبر ماريو سوبر ماركت. ايه رايك بجد؟ ايه رايك يا مين بجد؟ والله مش قادر. يعني بص يا فندم، اتفضل ال 6 جنيه بتوعك اهم، متشكرين قوي قوي. يحرق الاجر على السقف على الشغلانه كلها. تمام يا دم يا باي.